عندي بيخلو من ان انا اعمل حاجة، لازم اعمل كذا حاجة كمان لا وبعدين انا عشق الفيروز والاحمر وحضرتك عاملاهم مع بعض، هو يعني هم حلو حلوين جدا. قوي مع بعض، هي التركيبة نفسها تحفة. يعني بصي هنا طبعا تشكيلات، انت عارفة انا لسه بقولك انا ضد المعادن، ضد المعادن لان هي بتصدي، فبتقلل من قيمة الشغل اللي انا عملته. فجيت عملت ايه، اخدت الواير بتاعي وابتديت اعمل شكل عشوائي، وعملت بيه الدايرة دي وركبت معاها الاحجار الفيروز بالشكل ده. جميلة جدا الوحدة دي يعني. ممكن تتباع مثلا ب 20 جنيه في السوق، انا عملتها من السلك ما كلفتنيش اولا حاجة، ثانيا ادتني شكل تحفة مش هلاقيها، وبعدين الشغل بتاعي مية واحدة، مش هتبقى الحتة دي الجزء ده ابيض او اكسد وده اجي وده لمعه يبقى بيلمع وحلو. كده ما بقاش في حجة لأي حد في مصر ان هو يقدر يعمل انا الاكسسوارز بنصح اي الخاصة واحدة بتاعته. عايزة تعمل، حتى لو هي قلقانة لان بيبقوا قلقانين فعلا من شغل النحاس بجد، ما تقلقيش، ادخلي اتفرجي، شوفي الفيديوهات، شوفي الشغل بس التكنيك الاول بتاعه بيبتدي ازاي، عشان ما تبقيش قلقانه، تبقي ماشيه صح، هتبتدي تعملي كل الكلام ده. دي واحده مثلا من الوحدات السلك، انا عاملاها عارفه الوحده دي لو اتحطت بين سلسلتين واتعملت كده كاكولي، تبقى جميلة طب جدا. بصي جميله يعني شكلها تحفه. انا عامله منها خواتم، اللي هي الوحده دي طالعه موضه قوي، اللي هي النبضه دي تشبه لها شويه، كل ده برضو من السلك النحاس. وانتي وشطارتك في